انطلق يوم أمس المهرجان الموسيقي الأضخم في الشرق الأوسط ميدل بيست في الرياض، وطبعاً هذا الحدث لقى كثير من الاحتفاء نقدر نقول عليه. كثير من الناس، يعني أنا من الناس اللي الناس تسألني إنه علي عندك تذاكر يا جماعة الخير؟ لا لا لا، مو عندك تذاكر، علي عندك بندانة؟ أيوة عندك بندانة بعد. طيب شو رأيكم نروح لمراسلنا في الرياض محمد المشاري اللي موجود الآن يطلعنا على كثير من التفاصيل هناك. محمد تسمعنا؟ مساء الخير طبعا يا علي، مساء الخير علي، مساء الخير ايضا تغريد ومشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا علي. وين البندانة يا محمد؟ طبعا انا جاي يا علي اليوم وبندانتي جايه قبلي. طبعا هذه هي الأيقونة الاهم يا علي مثل ما انت عارف في هذا المهرجان. يعني انا امس موجود الى ساعات متاخره من الليل يا علي وتغريد، الكل حرفيا يعني مستخدم البندانة بطريقته، فاهم؟ اللي ناس يربطونها وناس على يدينهم وناس مغطين فيها يعني الراس بالكامل، بالإضافة يا علي انك تشوف اشكال غريبة، يعني اقماع معينة، نظارات معينة، كل واحد يحاول يسعد نفسه بهذا المكان بطريقته. طبعا مثل ما انت عارف علي وتغريد، خمس مسارح أو ست مسارح حتى ضخمة، واحد منهم فقط يستوعب أكثر من 45,000 متفرج. يعني مشاهدينا الكرام لكم أن تتخيلوا أنه أمس مسرح فقط واحد كسر من خلاله الرقم القياسي من خلال عدد الحضور في مسرح في خلال غناء رابح صقر ومحمد حمائي تقريبا. يعني هذا الكلام كان تقريبا على الساعة 11 بالليل، نتكلم على خمس مسارح ضخمة تم تصميمها بأعلى المعايير العالمية. تشوفون كيف جمالية المكان في الممرات يا عيني. بالأفكار اللي موجودة يا علي وتغريد، شايفين كيف الكونتينرات هنا؟ يعني حاولوا من خلالها يعني رسم مجموعة من الأعمال الجرافيتية الموجودة والمنتشرة في ممرات المكان، عكس جمالية المكان ونفس نفس مود المكان، عارف كيف؟ يعني صح، هي فكرة مستوحاة من طبيعة الأجواء الموجودة في داخل ميدل بيست، هذا المهرجان اللي يعتبر من أضخم المهرجانات على مستوى الشرق الأوسط. طبعا المسرح اللي تشوفونه أمامي هو مسرح يوجي بيست، هذا مسرح يعني خليني أقول لك علينا يعني ولا شيء أمام المسارح الثانية الموجودة في هذا المكان. هذا ممكن يستوعب إلى 15,000 متفرج. طبعاً تبدأ العروض من الساعة 4 لحد الساعة تقريباً 2:30 بالليل. في شغلة مهمة علي، طبعاً المكان مرة كبير، نتكلم على ست مسارح فقط ضخمة، نتكلم على موديل مول وهو مكان مخصص للتسوق، نتكلم على الممشى السعودي. أنا ودي مصورنا بس لو يبين لنا الخريطة. الآن طبعا بدأت عروض الموسيقى في المكان، الزوار باقي لهم نص ساعة تقريبا يدخلون على هذا المكان. أنا ودي أنكم تشوفون الخريطة الموجودة في هذا المكان. اللون الوردي هذه هي المنطقة المخصصة لأكبر وأضخم المسارح الموجودة في هذا المهرجان العالمي، مسرح بيج بيست. هذا المسرح اللي كان فيه أمس رابح صقر وحمائي، هذا المسرح كسر أمس يا علي الرقم القياسي 60,000 متفرج، وهو يستوعب 45 مسرح. يعني لك أن تتخيل كمية الحضور بهذا المكان، 45 يستوعب، لكن أمس كسروا من خلال الرقم القياسي إلى أكثر من 60,000 متفرج يا علي. هذا تمام؟ يعني إننا موجودين الآن في منطقة تسمى منطقة يوجي، تضم خمس مسارح. الخمس مسارح هذه تكون شغالة في نفس الوقت، يعني بإمكانك تتجول تتغير في أجوائك. طبعاً كل مسرح يعكس جو معين من الأغاني المستخدمة في هذا المهرجان الضخم، مهرجان الموسيقى الإلكترونية. طبعاً أنا يهمني علي إنك تشوف شيء، ومشاهدينا برضو شيء مرة مهم بالنسبة لي، أنا أشوفه من أهم الشغلات اليوم. يا حبيبي إن شاء الله أنكم تستمتعون، إن شاء الله بحاول أنقل لكم أكثر من مسرح. أنا في منطقة محورية تضم ثلاث مسارح حواليني دار مدار، يعني فبحاول إني أتنقل، بس أبغى مساعد المصور يمسك لي المايك وبلبس البندانة. تفضل قرب لي الصوت. طبعاً هذه الطريقة الأشهر يا علي، قرب الصوت إذا واضح. هذه هي الطريقة الأشهر لنفس البندانة في هذا المكان. ضابطة علي؟
ضابطة ما شاء الله تبارك الله. طالما أنك لبست البندانة أجل تجول براحتك يا محمد، ودعنا الآن ونبغى تفاصيل تقارير صورها. طيب يا محمد. طبعا طبعا إن شاء الله بتكون تغطيتنا مستمرة يا علي في هذا المكان. في حلقة بكرة إن شاء الله بتشوفون أجواء هذا المكان بطريقة تنقل الصورة اللي ممكن ما بينت عند كثير من الناس، لأنك أنت تمشي في مكان زحمة في تفاصيل معينة ممكن يعني ما تلحق تشوفها، في مسارح ممكن تعدي عليك وأنت تتجول وما تنتبه لها. الآن هذا المكان اللي أنا فيه هو مسرح بيست سعودي بيست. أنبسط أجل يا محمد، مكان مخصص أنبسط.